لجنة 51 تابعة للجنة العامة رقم 1 مدرسة الشتون الجميل الابتدائية بورسعيد. عدد السيدات التي لهن حق التصويت في اللجنة 2366، من حضر منهم 298، مجموع الأصوات الصحيحة 271 والباطلة 27، والنتيجة دي بالنسبة للفردي. تمام يا فندم؟ تمام يا فندم. الو؟ ايوه يا فندم، سامع حضرتك يا فندم. اتفضل. بالنسبة للقائمة، بالنسبة للقائمة نفس العدد 298، اللي قالوا لا للقائمة اللي هي في حب مصر وهي القائمة الوحيدة اللي رافضة، اللي رافضين 22 والمؤيدين 258. تمام يا سيادة المستشار، شكرا جزيلا. والأصوات الباطلة 18. 18 والأصوات الباطلة 18 في القائمة. شكرا سيادة المستشار شريف الكلحي. طيب.